خلينا ننتقل مرة جديدة إلى حديقة التلفزيون وأولى ضيوفنا بحوار شيق مع المهندسة أسماء عباس وهي رائدة أعمال، الحديث أكثر عن مبادرة لها علاقة بالتدريب المهني ولكن عن بعد، وفي تعاون ما بيننا وما بين الكلية الإسكندنافية للتعليم الذكي. رح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع، نعرف قديك رح يكون له أهمية كتير كبيرة للشباب والصبايا، وخاصة إحنا دائما بنقول التدريب والتعليم التقني والمهني عم نحاول قدر الإمكان إنه ندعمه. فصباح الخير، يعطيك ألف عافية مهندسة أسماء. صباح الخيرات ألكسندرا. صباح الخيرات كاتي. كل سنة إنسانة صحيح بمناسبة شهر رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم والجميع بخير حبيبتي، الله يسعدك. بداية خير نتحدث عن هذه المبادرة ونتحدث أيضاً عن دور المبادرات الريادية بإنعاش الاقتصاد، لأننا نعرف نحن جائحة كورونا ما صابت بلد أو اقتصاد بلد عن بلد ثاني، بالعكس كان هناك انكماش بكل الاقتصاد العالمي. تفضلي. صحيح، طبعاً موضوع كورونا زي ما تفضلتي حضرتك ضرب العالم كله مش بلد عن آخر. هلا بنحكي عن انعاش الاقتصاد بعد كورونا، انا بشوف الحقيقه ان هي مسؤوليه مجتمع باكمله. يعني هون كورونا لما ضربت المجتمع كاملا، لم تضرب قطاع حكومي فقط او قطاع خاص فقط او قطاع دون عن القطاعات الاخرى. فمسؤوليه انعاش الاقتصاد ما بعد كورونا لحتى شبابنا وبناتنا يشتغلوا ويكونوا جيل منتج، هي مسؤوليه الجميع، مسؤوليه حكومي وقطاع خاص والقطاع طبعا الحكومي. نعم، لما بنحكي عن مبادره لها علاقه بالتدريب المهني، وعم نحكي لما بنحكي عن بعد يعني التعليم عن بعد، ويعني في كان مداخلة يمكن تحت الهواء كنا عم نتحدث وإياك عم بتقولي كتير كنت متحمسة للموضوع، ولكن دائما بقولوا التدريب عن بعد يمكن مش مألوف بالنسبة لنا، ولكن أصبح مألوف جدا، حياتنا كانت كلها عن بعد في جائحة كورونا. فأحكي لنا شوي عن هاي المبادرة وعن تعاوننا مع الكلية الإسكندنافية. طبعا الحقيقة الكلية الإسكندنافية هي كلية إسكندنافية للتعليم الذكي، فكرتها أنه تطرح برامج للتعليم المهني للشباب والشابات أو حتى للموظفين للطلاب ولكن عن بعد. الفكرة كانت موجودة من 2017، يعني من قبل كورونا، لأنه من اسم المشروع الكلية الإسكندنافية طبعا زي ما بتعرفوا حضراتكم والسادة المتابعين الكرام أنه التعليم عن بعد موجود يعني من أرقى الجامعات من وقت كتير موجود طويل. ليه التعليم عن بعد؟ لأنه بوفر الوقت والجهد والمال، إذا الواحد مثلا طالب أو موظف أو حتى ربة منزل بيقدروا أنه يسجلوا أو يلتحقوا بهالبرامج. لكن كان في عنا تخوف من طرح المبادرة بالأردن أو بالبلاد العربية بشكل عام، لأنه كانت الناس لسه مش كتير متألفة مع التعليم عن بعد، مش كتير متألفين مع التعامل مع المنصات التعليمية أو المنصات بشكل عام اللي بتوفر التعليم عن بعد. لكن مع جائحة كورونا ما بعرف إذا هون صح نقول رب ضارة النافعة، لأنه كورونا بصراحة أذت كتير أثرت بشكل سلبي، ولكن يعني من نقطة معينة الناس طبعا تعودت على التعليم عن بعد وصار شيء مألوف. فحسينا أنه هذا الوقت الصح أنه نطرح البرامج، برامج التدريب المهني. هلا ليه تدريب مهني؟ لانه زي ما بتعرفوا حضراتكم دائما بيكون في جاب بين التعليم الاكاديمي والدرجات العلميه وسوق العمل. دائما ارباب العمل بيطلبوا خبره، الخبره اليوم مش مطلوبه بس اذا عم بدوروا على وظيفه. اليوم بنشوف احنا انه ممكن بعد شوي كمان نحكي عن افكار حول رياده الاعمال للشباب والشابات الخريجين مثلا. فبيجي هون التعليم عن بعد او بالاحرى التدريب المهني بسد هاي الجابس. هو مش درجة علمية، هو بمثابة تدريب بيثري السي في، بيثري السيرة الذاتية. قديش مهم انه ننضم لمثل هذه المبادرات التدريبية حتى تصقل مواهب الشباب؟ بعرف في بعض الشباب بيجي بحكي لك انا لسه بدرس جامعة مثلا، او مثلا كملت توجيهي، حالفني الحظ لم يحالفني الحظ، او ممكن مش لاقي فرصة عمل. فمن خلال هذه المبادرات قديش بتساعد الشباب؟ طبعا اكيد التدريب المهني بشكل عام يعني مش ضروري انه يكون فقط عن طريق الكليه الاسكندنافيه للتعليم الذكي، ولكن التعليم المهني كله بشكل عام زي ما حكينا هو بيسد الجابس، بيعطي الافضليه لما بالتقديم على الوظائف. يعني مثلا على فكره كمان هو ممكن يعني في بنفس البرامج التدريب المهني بتلاقوا مثلا دكاتره معهم طبعاً درجات بي اتش دي، دكتوراه مسجلين، وايضا ناس مش ما حلف الحظ بالتوجيه مثلا. هو ميزته انه التخصص مثلا اللي بدرسوه بالجامعه
التدريب المهني بيكون شيء فوكسد اكثر، في تركيز اكثر على جانب معين بطلبه سوق العمل. تخصص مثلا مثل الموارد البشرية أكثر بيكون تحت كليات أعتقد إدارة الأعمال، صحيح. لكن لما بيكون في تدريب خاص بإدارة الموارد البشرية طبعا أكيد لما بيروحوا اثنين متقدمين بدهم يقدموا على وظيفة، اثنين معهم مثلا معهد أو اثنين بكالوريوس إدارة أعمال، أحد السيرتين الذاتيتين فيهم تدريب مهني لا مثلا موارد بشرية، مؤكد حتروح الأفضلية للي معه. باعتقادي يمكن موضوع التدريب المهني بيتعلق أكثر بالجانب العملي أكثر من إنه جانب النظر الأكاديمي يمكن، وهذا إحنا اللي بنفتقده دائما. بنقول يمكن هلأ حاليا الجامعات أخذت هذا الموضوع بعين الاعتبار نوعا ما، إذا مع إنه موضوع خارج غير عن وقتنا، إحنا كنا كتير نظري، ولكن هلأ عم بدخلوا إيسايز، بدخلوا يمكن كتير من الأشخاص اللي ممكن يطلعوا يشوفوا شوي سوق العمل ليتعرفوا على موضوع كيف بيصير الشغل على أرض الواقع. طب لما عم نحكي عن تدريب المهني، كيف الأشخاص بيقدروا يعني ينضموا للكلية الإسكندنافية، يكونوا طلاب فيها، ونوعية التخصصات اللي ممكن تكون متوفرة؟ نحن الحقيقة درسنا موضوع التخصصات، طرحنا 23 تخصص ما بين تخصصات دراسات إسلامية علوم شرعية إلى إدارة الأعمال والمحاسبة. يعني مثلا عندنا برنامج دراسات إسلامية، هذا ثقافة عامة للجميع، للسفراء، للقناصر. عندنا مثلا برنامج كتير انترستينج المحاسب لغير المحاسبين. يعني مثلا انا عندي بزنس لكن مش دارس محاسبه، ما بديش تدرسي محاسبه، ما بدي ادرس محاسبه، وقد يكون التكلفه يعني لحتى اتعاون مع محاسب قد تكون مرتفعه. مثلا هذا احد التخصصات اللي مفيده للاشخاص اللي عندهم بزنس. في نقطه كمان كتير مهمه، هي انه حضرتك سألتي قبل ما أجاوب على الالتحاق، كل التقديم بيكون أونلاين. في ناس كانت متخوفة إنه طب أنتوا جهة خارجية، إحنا هذا كله عملنا حسابه بما إنه البرامج يعني موجهة بشكل أساسي للأردن. في عنا تعاون مع جامعة أردنية محلية، وهذا الشيء كتير بهم لأنه يكون عنا شراكات محلية طبعاً. يعني إحنا ما نكون بمطرح تاني نقول إحنا كلية اسكندنافية بعاد عن المجتمع وعن سوق العمل الأردني، لا بالعكس. البرامج هاي بتطلع على وزارة التعليم العالي الأردني، لأن طبعاً جامعة أردنية أكيد معتمدة من التعليم العالي والبحث العلمي الأردني، بتطلع البرامج للوزارة بتصادق عليها وهكذا. كيفية الانضمام بتكون عن طريق الويب سايت www.scan-college.com، إذا عملوا جوجل على الكلية الإسكندنافية التدريب المهني. المهم هون كتير موضوع إنه التدريس فقط ساعتين اسبوعيا، لهيك نحن بنقول بيكون عن بعد ساعتين اسبوعيا، لهيك نقول نحن يعني الطالب الموظف ربة المنزل، توفير المال بيقدر. توفير صح. الجهد اهم شيء، اهم شيء، اهم شيء انه مشروع غير ربحي. وبحب هون اذا سمحتوا لي بدقيقه اوضح انه في بعض الاشخاص بيخلطوا بين غير الربحي والخيري. غير الربحي هو انه لانه هذا المشروع اصلا مسجل تحت اصلا مؤسسة غير ربحية، لكن غير ربحية مش معناه مجانا طبعاً. ليس خيري، صحيح. غير ربحية في مصاريف إنه اصلا اكزاكتلي انه تمام انه يغطي مصاريفه، لكن صح. مش الغاية منه الربح الكثير وانه يتخزن الربح في خزينة، لا هو بيكون مشروع مجتمعي كلنا بندعمه. الدكاترة اللي معانا طبعا معاهم درجات دكتوراه، أساتذة الجامعات، تخصصات مثلا مثل الإذاعة والتلفزيون، ناس مختصين من الميدان، كل ما شاء الله يعني الكادر معانا اخترناه الحمد لله انه كلهم طبعا كمان من الأردن، الا يمكن الانجليش عندنا مدرسة كندية كمان من اصل عربي. يعني بدنا نشكرك ونشكر تواجدك معنا وكل التوفيق لكم. دائما بنركز على أهمية التعليم المهني، دائما بنركز على التعليم التطبيقي الابلايد لانه صار مطلوب في هذه الفترة. حتى نوعية تخصصات الماجستير والدكتوراه اختلفت، بطلت حتى تركز على البحث العلمي بشكل مفصل. شكرا جزيلا وكل التوفيق لكم. شكرا. شكرا لك مهندسة أسماء عباس، وكل التوفيق أكيد لكم ولشباب والصبايا اللي إحنا محتاجين فعلا إنهم يقوموا بمثل هذا التعليم حتى يقدروا نشوف لهم مشاريع خاصة فيهم، يكونوا رياديين بالمجتمع مثل مهندسة أسماء.